نهاية الفصل الأول من قصة ميدان التحدي. الفصل الثاني والشوط الثاني عنوانه خنجر ذهبي للقاي القعدان، ويسرني أن أرحب بالزميل والأستاذ سالم بن سعيد بن حضيرم. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان، قناة الكاس، قناة دبي ريسنج، قناة ياس في هذا المهرجان السنوي الكبير. تابعنا وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام الشوط الأول، شوط الشلفة، وذهبت الشلفة مع لدعم مع الدوحة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. سلام يا أهل الشحانية، سلام سلام يا أهل الدوحة، مساء الخير يا البرنس. وهنا أيضا خنجر تنتظر أحد الفائزين في هذا الشوط، شوط اللقاية. الجعادين لأصحاب السمو الشيوخ والمؤسسات متواجدة على أرضية هذا الميدان مباشرة، نسير مع أشقر على المقدمة لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. ننتقل إلى المركز الثاني، واللي على المركز الثاني نايد لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث ناخذ اللي على المركز الثالث الواضح لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع برق لهجن أم الزبار بقيادة المضمر علي بن سالم بن علي الصعاك اللي على المركز الرابع. المركز الخامس هنا غياث لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، شوط الخنجر، شوط المفتوح. اللقاية لا زال منذ البداية وحتى هذه اللحظات أشقر على المقدمة، لونه أشقر، عرضه أشقر، أداء مميز، شعاره أدعم لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. ننتقل إلى المركز الثاني، نايد على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. ننتقل إلى المركز الثالث برق لهجن أم الزبار بقيادة المضمر علي بن سالم بن علي الصعاك اللي على المركز الثالث. المركز الرابع غياث وصل لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ناخذ المركز الخامس، المركز الخامس الموج. اليوم يا بن زيتون جزر ومد على أرضية ميدان الشحانية. هنا الموج لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة أشقر على المقدمة، أشقر لازال منذ البداية وحتى هذه اللحظات وهو يطمح بتتويجه في هذا الشوط ويسجل حروف من ذهب في هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المبدى حفظه الله ورعاه. ها هو أشقر على المقدمة بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. ما قال له شيء ولا كلمه، عرض الغاي يرقص على أرضية ميدانه الرقص المعتاد كما عودنا، عود جماهيره، عود محبينه. نايد على المركز الثاني لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. وصل غياث قادم بقوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، باحث عن الخنجر بالشعار الحمر لون الخطر بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الرابع برق لهجن أم الزبار بقيادة المضمر علي بن سالم الصعاك. المركز الخامس هنا للموج، ولا نشوف اللي على المركز
المركز الخامس، الموج لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. كم يا ابو محمد ما تبقى، كيلو ونص عن خط النهاية. يلا يا اخوان يا مضمرين، اللي بيحرك اللي بيفتح سماعة الميدان موجود. واشقر يقول انا على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يطمح وهجن الشحانية تطمح بالرمز الثاني في هذا المساء. الرمز الاول مع الدوحة مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري والشبل، يقول انا هنا انا هنا هنا انا لها. يقول حتى هذه اللحظات جابر بن سالم بن فران المري، يا سلام يا سلام، 1200 ما تبقى عن خط النهاية، لكن ارى الغدوم. يوك يا الشبل يوك، قادمين قادمين، الذهبي المجازف قادمين، عينهم على اشقر عينهم على البندقية، لكن بدينا 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 نتجاوز لوحة الكيلو المتر الاخير. موج موج وارتفعت الموج، موج جزر ومد، موج على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. لكن اشقر لا زال صامت، اشقر منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. يا سلام، الرمز الثاني في هذا المساء لهجن الشحانية حتى هذه اللحظات، ونحن نقترب نقترب من خط النهاية. يا سلام، أشقر أشقر من سلالة كرار انتاج ام الزبار. يا سلام يا سلام، سلام يا الشحانية، سلام يا العنابي، سلام يا الأدعم، تهانينا تهانينا لمالك هجن الشحانية سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. سلام يا الشبل، سلام يا الذهبي، سلام يا البرنس. ها هو أشقر يقترب من خط النهاية، منتزع الخنجر بكل جدارة وبكل فوز. سلام يا أهل الدوحة، سلام كافة كافة، منطقة منطقة، مدينة مدينة، تهانينا من الأعماق على انتزاع أشقر الخنجر. المركز الثاني المركز الثاني موج لهجن الرياسة، المركز الثالث لهجن الشحانية، المركز الرابع المركز الرابع متعب لهجن الرياسة، المركز الخامس النادى اللي هجن ام الزبار. ياهو شوط شوط، واعتقد ان اشقر خلاص من البداية وهو يقود الشوط، مثل ما قال الشاعر بيب قعود غير قعود، كان يبغيت اشارك الناس وين بنلقى مثل اشقر يا ابو محمد. يا سلام يا سلام، الله يعطينا ويعطيك واحد مثله ان شاء الله. نشوف سلالة كرار فرضت نفسها في هذا المهرجان السنوي الكبير انتاج ام الزبار. ما بغريب على هذا البعير الكرار اللي ينتج مثل اشقر وغير اشقر. ناخذ التوقيت يا ابن بريج، نشوف التوقيت الزمني، ساعة وصول اشقر الى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الخمسة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. الرمز الثاني لهجن الشحانية، الرمز الاول بقيادة المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري مع الدوحة، الرمز الثاني بيد الشبل جابر بن سالم بن فوران المري، ايضا يقود اشقر وقاده الى خط النهاية بكل جدارة، قاطع مسافة الخمسة كيلومتر بزمن وغدرة 7 دقائق 12 ثانية 28 جزء من الثانية. التوقيت الافضل في هذا المساء، تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. المركز الثاني الموج حصل على المركز الثاني، قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وغدرة 7 دقائق 18 44 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر المجاز محمد بن عتيج بن زيتون الميري، والذي وصل في المركز الثالث. نشوف اللي وصل في المهول على المركز الثالث، 7 دقائق 18 70 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فران المري.